السيسي يزور اليوم روسيا للقاء بوتين وكبار المسؤولين الروس. انتهاء مهلة إخلاء المنطقة العازلة في إدلب السورية وجماعات إرهابية ترفض الخروج. وترامب يؤكد ثقته بزعيم كوريا الشمالية ويشدد على فوائد قنوات الاتصال مع بيونغيانغ. صباحنا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارة رسمية إلى روسيا لمدة 3 أيام. وأقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير باسم راضي إنه من المقرر أن يبحث الرئيس السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن الرئيس السيسي سيلتقي أيضا مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف وكبار المسؤولين الروس، كما سيقوم الرئيس بإلقاء كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، علما بأن هذه ستكون المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسية. انتهت مهلة إخلاء المنطقة العازلة في إدلب السورية دون رصد خروج عناصر الجماعات الإرهابية المتشددة منها. وقال مصدر سوري لوكالة فرانس بريس أن فصائل عدة من الجماعات المسلحة من بينها هيئة تحرير الشام والتي ترتبط بتنظيم القاعدة الإرهابية رفضت تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة في وقت التزمت فصائل أخرى بإخلاء المنطقة منزوعة السلاح بعمق 20 كيلومترا وفق الاتفاق الروسي التركي. أعلن الجيش اليمني أن قواته اقتربت من منزل القيادي في ميليشيا الحوثي حسين الحوثي في منطقة مران جنوب غرب محافظة صعدة. وقال الجيش في بيان له أنه بات على بعد 6 كيلومترات من منزل القيادي الحوثي بعد توغل قوات الجيش في عمق مواقع ميليشيا الحوثي في جبال مران بإسناد من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية. أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي فشل المفاوضين بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل في التوصل لاتفاق بالرغم من سلسلة اجتماعات عقدوها في بروكسل لدفع المحادثات قدما. واجتمع الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب مع مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارني، لكن تقارير أوروبية أفادت بأن هذه المفاوضات لم تتوصل إلى اتفاق نهائي ليتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من إقراره هذا الأسبوع. أكدت وزيرة الدفاع الهولندية خوض بلادها حربا معلوماتية مع روسيا. وقالت الوزيرة الهولندية إن الوضع الراهن بين روسيا وهولندا هو حرب إلكترونية، متهمة موسكو بمحاولة التدخل في بلادها والتأثير على العمليات الديمقراطية بحسب وصفها. يشار إلى أن الاستخبارات الهولندية أعلنت في بداية أكتوبر طرد 4 من العملاء الروس كانوا يعدون لهجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته تجاه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة سي بي إس إن هناك فوائد للولايات المتحدة من إقامة اتصال بين واشنطن وبيونغيانغ، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية لم تعد تلجأ إلى لغة التهديد تجاه بلاده. وأكد الرئيس الأمريكي رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي مجددا بعد انتهاء انتخابات الكونغرس المزمعة في نوفمبر المقبل. كان هذا موجزا لاخر واهم الانباء. لمزيد من الاخبار تابعوا موقعنا الاخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعه ودمتم في امان الله.